بنعود إلى موضوع استشهاد فتى من دير النظام في رام الله. معنا من مستشفى الاستشاري مراسلنا من هناك موسى حسين. موسى مرحبا بك، ولو تطلعنا على حيثيات استشهاد الفتى مصعب التميمي في دير النظام. يعني اهلا بك زميلي محمد. منذ قليل استشهد الشاب مصعب فراس التميمي 17 عاما من قريه دير النظام متاثرا بجروح اصيب بها صباح اليوم اثر اشتباكات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل القريه. جثمان الشهيد منذ قليل نقل الى مجمع فلسطين الطبي، من المتوقع ان يوارى الثرى في قريه دير النظام شمال مدينه رام الله يوم غد. وللمزيد من التفاصيل ينضم الينا الدكتور ايمن الطريفي رئيس قسم الجراحه في مستشفى الاستشاري. اهلا بك دكتور ايمن الطريفي. دكتور ايمن، تحكي لنا عن حاله مصعب حينما وصلت الى المستشفى. وصل الينا بعد ظهيره اليوم الشاب مصعب التميمي 17 سنه من العمر، متاثرا باصابه في العنق في المنطقه الثانيه من العنق، مما ادت الى تمزق في الشرايين المغذيه للراس. الاصابه كانت دخولها وخروجها بالعنق بالجهة اليمنى والخروج من الجهة اليسرى، مادت إلى تفتيت عظام الرقبة والإصابة المباشرة بالأوعية الدموية، وجرى للمصاب الإسعافات اللازمة لأن المصاب كان بحالة سيئة جدا حين وصوله للطوارئ الاستشاري، حيث أنه نزف كمية دم كبيرة مما أدى إلى وصوله متوفي إلى مستشفى الاستشاري. أجري له كافة الإجراءات والتداخلات الجراحية اللازمة إلا أن الشهيد غادر الحياة بعد وصوله بما يقارب 40 دقيقة. شكرا لك دكتور أيمن طريفي رئيس قسم العظام في مستشفى الاستشاري. محمد، كما افاد الدكتور ان الحاله مصعب وصلت الى مجمع الى المستشفى الاستشاري صعبه جدا، تم استشهاده بعد 40 دقيقه من وصوله الى المستشفى. الشهيد مصعب تم نقله الى مجمع فلسطين الطبي ليوضع في ثلاجات الموتى الى حين ان يوارى الثرى في قريه دير نظام شمال مدينه رام الله. شكرا لك مراسلنا موسى حسين ولضيفك الكريم.